ازيك؟ ايه؟ طيب هكلم شادي وهنجي لك حالا. هما لسه ما جوش؟ اه، لما حد من ملاك الاوتيل يكلمك ترد عليه كويس. هو انت زعلان عشان انا حامل؟ ده المفروض تفرح لي كده. انا وشادي هنرجع لبعض وانت هيخلك الجو مع فرح. انت شايفه ان انا كنت مستنيكي تبقي حامل عشان يخلالي الجو مع فرح؟ كده كده موضوع فرح وشادي ده هيخلص وانا متاكد. ايه ده بجد؟ طب بص معايا كده. متهيألي محتاج تتأكد تاني. ايه خير؟ مالك يا طارق؟ في ايه؟ انا تمام. عليا بقى لها فترة مختفية، وضياء عايز يعرف هي فين بالظبط، وبقى لها قد ايه ما جاتش الاوتيل، وعشان كده احنا جينا هنا احنا التلاتة عشان نعرف هنعمل ايه. بس انا معرفش هي فين. انت عارف ان لو انا وانت مش عارفين هي فين ده معناه ايه بالنسبة للبوليس؟ انا مستعد اعمل اي حاجة عشان اثبت لهم ان انا معرفش فعلا هي فين يا طارق. شادي عليا ما خرجتش بره الاوتيل، انا شفت كل الكاميرات من اسبوع، ولو بجد ما عرفناش هي فين هيبقى عندنا مشكله كبيره. تمام؟ طيب انا اشوف هعمل ايه. اقول لك طيب ايه بقى؟ احنا ما خلصناش كلامنا برضه مش كده؟ عن عليا؟ اه ما خلصناش كلامنا. لا طبعا، بيتكلم عن الحضن. فرح محتاج اشوفك اكتر من كده، انت وفريد طبعا. اكيد طبعا يا شادي، هو بس الفتره اللي فاتت كانت متلخبطه جدا. انا بصراحه نفسي الدنيا ترجع تظبط. اكيد هتظبط. المهم بس قولي هي عاليه فين؟ يعني معقوله شادي هيربط اخته جنبه دكتوره الغبره دي؟ المهم عملتي ايه معاه؟ ولا حاجه، هو قاعد يكلمني ان هو عايز يبقى مع فريد اكتر. بس كده ما جابش سيره الحضن؟ لا، هو فعلا عايز يشوف فريد، فاتفقنا دلوقتي بشكل مؤقت يعني لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل، انه فريد هيقضي معايا فتره الصبح وانا في الجامعه. وانتي هتسيبي معاه فريد فعلا؟ ده انتي بتقلقي تسيبيه معايا. ايوه يا ماما بقلق وقلقانه على فكره، بس ده برضه باباه، فانا قررت هعمله لست التعليمات كده ما تخرش الميه، وعلى الله ما يلتزمش بيها. ازيكم يا بنات؟ ماجد كويس ان انت جيت، حضر لك العشاء. لا استني يا دلال، انا عايز اكلمك في موضوع. في ايه يا ماجد؟ خير؟ لا هو خير ان شاء الله. فاكر لما قلت لك انه ميسره مش هتكمل في المسلسل؟ هي ميسره بقى هتكمل في المسلسل. نعم، ليه بقى ان شاء الله؟ لا ما هو انا قلت انه عشان في الشغل، يعني ان هو ليه انا ما استفدتش من الموهبه بتاعتها ديت، خاصه انها هتفيد المسلسل جدا. ماجد ايه اللي حصل عشان انت مش هترجع ميسره غير لو في مصيبه حصلت؟ بصراحه بقى يا جماعه، ميسره بتبتزني، ماسكه عليا فيديوهات ومش عارف اعمل ايه. ده الحل الوحيد. فيديوهات ايه؟ فيديوهات عاديه. ايه يا كلبوبه قلبي، انا لسه مخلص جيم وعامل ساونا ونفسي قوي اوريكي. بس خلاص البنشات، كنت هوريها البنشات، كنت هوريها البنشات يا ديدا. ديدا انا عارف ان انت مش طايقه ميسره، بس صدقيني انا ما عنديش حل تاني. طب يعني انت لو رجعتها هي هتمسح الفيديوهات دي؟ هي قالت انها تعمل كده. ماشي يا ماجد رجعها. بجد يا ديدا؟ بجد؟ ميرسي 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 جدا جدا جدا. فيديوهات يا مراهق. علاء عملت ايه؟ رتبت الدنيا؟ دنيا ايه؟ طبعا فرح قلب الدنيا عشان تعمل لرضوى مفاجأة في عيد ميلادها. ايه علاء القاعة اللي حجز القاعة ده مش هيتلغي، حتى لو شادي نفسه قال يتلغي مش هيتلغي. يعني ايه؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايوه متأكد. طب انا اعمل ايه؟ طيب. اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دلوقتي؟ معرفش تعملي ايه. انا مين؟ انا تعملي ايه؟ كنت تفتكري بدري شوية.
شادي. دي ورقة التعليمات فرح كانت كاتباها لشادي عشان يخلي باله من فريد. واضح انه رماها في الزبالة. انت اللي جبته لنفسك يا شادي. ايه شادي، ايه الاخبار؟ كله تمام، استاذ فريد نايم اهو نازل بيه دلوقتي. الورقه اللي اديتها لك معاك يا شادي؟ اه معايا. بجد بجد معاك؟ الله، معايا فرح. في ايه تاني؟ هو انت فاكر ان انا مش عارف اخد بالي من فريد ولا ايه؟ لا ابدا ابدا، انا متاكده ان انت واخد بالك ومركز جدا وبتنفذ التعليمات اللي في الورقه اللي معاك بالحرف. اوبا، شادي لو شاف فرح دلوقتي هيفتكر انها بترقب. فرح فكرت ان شادي ممكن يكون معاه نسخه تانية من الورقه، عشان كده قررت تتصرف معاه وتستخبى منه. يا حبيبتي، انا مش مصدق انه اخيرا اتقفل علينا باب واحد. يا حبيبي، ولا انا كمان مصدقه. لا صدقي واثبتي بقى. انكات، ممكن عرفت بتعملوا ايه؟ حضرتك انا النجم، ما ينفعش اشتغل في الباك جراوند، انا لازم دايما قدام. والله وانا كمان ما اعرفش اشتغل كده. يا سلام. وانا كمان حضرتك بما اني البطل فانا الواجهه. لا ده انا اروح اخد بريك بقى لغايه لما تحلوا مشاكلكم. ماجد حبيبي، كلنا عارفين انك البطل، بس المره دي كلام انا اللي هيمشي. عارف ليه؟ عشان الفيديوهات بتاعتك معايا، ولو حد شافها مش هتبقى بطل بعد كده. انا اذنك. انت هتسيبها تعمل فيك كده؟ انا هعمل ايه؟ مفيش في دي حاجه اعملها. تعمل ايه؟ صحيح يا ماجد، انا بلغت الانتاج اني هاخد اوضتك. الأوضة بتاعتي صغيرة ومش هتكفي كوكي واخواته. أوكي؟ كوكي؟ القط، أصل هو ذكر وحيد جاي على 8 متي. تمام، سيبني بقى أنا أتصرف معاه. الله يمسيك بالخير يا برونو. برونو؟ إيه برونو ده؟ أقول لك يا ستي، إيه برونو ده؟ برونو ده يبقى القط بتاع طنط. مرة طنط قفشتني أنا وماجد واقفين عند بير السلم، فأنا من كسفتي اتخضيت قمت صرخت، قام برونو ده ناطط من بير السلم وقع طب مات. لا برونو وقطط، يبقى دلال هتعرف تتصرف كويس. اللي مش هتعرف تتصرف كويس بقى فرح. هي فرح يا حبيبتي لسه محبوسة في الأوضة. أيوة يا طارق، طارق الحقني. أنا فرح، أنا شفت اللي حصل بينك وبين شادي. هو إيه اللي حصل بيني وبين شادي؟ مش فاهم. أنا شفت الحضن يا فرح. يا طارق يا حبيبي اسمعني. إيه الصوت ده؟ ده صوت الشامبو والصابون. أنا بقول لك يا طارق، أنا محبوسة. هنتكلم حاضر، بس ممكن تيجي تخرجني الأول؟ شكرا يا طارق. العفو، ممكن أعرف أنت بتعملي إيه جوه هنا؟ مفيش، كنت مستخبية من شادي جوه. مستخبية من شادي ليه؟ عشان دي. إيه دي؟ دي الليسته اللي انا كنت مديها لك عشان فريد. ممكن اعرف كانت بتعمل ايه في باسكت مكتبك؟ انا مش محتاج لسته عشان اعرف اربي ابني يا فرح. برضه عيب، لما ادي لك حاجه وترميها في الزباله يبقى عيب. مع انه موقف مش ظريف، بس طارق كان مبسوط. وعموما انا اللي غلطانه، انا ما كانش ينفع اسيب معاك فريد. كده كده دلال هتبقى فاضيه، فانا هسيب معاها فريد، مش هسيبه معاك تاني ابدا. انا سبت الليسته في المكتب وبعدين خدت فريد وطلعنا السويت، ما رميتهاش ولا حاجه. تاني يا شادي؟ بتكذب تاني؟ واضح ان طارق فهم ايه اللي حصل بالظبط. دي نادين. ازاي؟ نادين هي اللي عملت كده عشان توقع بينكم. بتعمل كده ليه يعني؟ تفتكر هتعمل كده ليه يا شادي؟ عشان لسه بتحبك طبعا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده وخلص خلاص.
مش حقيقي. هي لسه بتحبك وعندها امل كبير قوي انكم ترجعوا لبعض. نادين صورتكم وانتوا بتحضنوا بعض ووريتني الصوره. اتكلم معاها بقى شادي عشان ده احسن ليكوا الفريق. بعد اذنكم. شادي شادي الحقني. كنت فين يا عليا كل ده؟ كنت مخطوفه في عصابه خطفتني. ايه؟ مين اللي خطفك بس وخطفينك ليه؟ معرفش. هتكدبي تاني يا عليا؟ يا عم بس سيبها تكمل يا عم. لو نتيجتها في الجامعه خطفوها ورجعت برضو الحمد لله. لا لا والله انا مش بكدب انا بقول الحقيقه. طب واللي خطفوكي سابوكي ليه يا عليا؟ معرفش سابوني سابوني لما اتكلموا مع الماما. اه الماما بقى معرفش. عليا احنا لازم نروح نتكلم مع ديرا. ميسرة ميسرة ثواني انا بس كنت عايز اقول لك ان انا كنت غلطان وان احنا فعلا كان لازم نتعاون مع بعض اكتر من كده علشان ننجح المسلسل. وانت طبعا نجمه كبيره وانا المفروض ان انا كنت استغل النجوميه دي واهتم بيها. غريب ايه الحنيه اللي نزلت على ماجد دي؟ كويس انك عارف اني نجمه. انا لازم دوري يكبر عن كده. وبالنسبه للافيش بقى اه بعدين 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 هنبقى نتكلم في الموضوع بعدين. مفيش ولا مكان فاضي علاء مش عارف اعمل ايه. مش عارف بصراحه بس اكيد رضوى هتتضايق قوي. ما انا عارفه. طب طب اعمل ايه قول لي. ما تديلهاش اهتمام اكبر ما تركزيش الموضوع. في ايه؟ لا ما مفيش حاجه. رضوى بصي بصراحه انا ما لحقتش اجهز لعيد ميلادك انا اسفه. يا لئيمة حركة دي ها؟ حاجة مفاجأة يعني. طيب أنا بس رايح مشوار كده جاي لك أجي لكوا تاني ها؟ لا هي مش جزء من المفاجأة هو ده اللي حصل فعلا. أنا كنت بحاول أظبط كل حاجة وما لحقتش. والله يا رضوى أنا بحبك أنت عارفة أنا بحبك قد إيه صح؟ لا ما هو واضح. لا يا رضوى لا ما تقوليش كده عشان أنا فعلا كنت عاملة حسابي أظبط كل حاجة هو بس اليوم ثانية واحدة. يا بس يا حبيبي بس بقى بس شفته خالص والنبي عشان كنت رضوى زعلانة بس. ده حلو قوي. ماما بصراحة أنا مش قادرة أنزل خالص. لا مش هينفع ما تخرجيش مع رضوى. أنت لازم تصالحيها. يا ماما دي رايحة الكلوب بتاع الفندق وأنت عارفة ده بيبقى دوشة إزاي أنا فعلا مش قادرة. بقولك إيه دي صاحبتك مش هينفع تخسريها خالص يا فرح عشان خاطري. يلا قومي وبعدين إذا كنتي قلقانة على فريد أنا هاخد بالي منه. يلا حبيبتي يلا.